تذكر أنه بمجرد موت الوالد فقد ابتدأت برا جديدا، وهو البر بعد الموت، وهذا من أصدق البر، لأن البر في الحياة قد يكون مجاملة، وقد يدخله الرياء، قد يدخله ثناء الوالد والوالدة، لكنه بعد موت الوالد والوالدة لا يسمعك إلا الله ولا يراك إلا الله، فأنت في أصدق البر وأخلص البر، وهو البر بعد الموت. وثانيا شدة حاجة الوالدين، لأن الوالدين بعد الموت أشد حاجة إلى البر منهما في الحياة، لأن بر الحياة لقضاء مصالح الحياة. أما إذا ماتا وارتحما فإنهما في قبر لا يعلم ما فيه إلا الله، فالرحمة الواحدة منك والدعوة أن الله يرحمهما تساوي شيئا كثيرا. وكم من أب في ظلمة قبر نورها الله بفضله ثم بدعاء ابنه له، وكم من أم في ظلمة قبرها وضيق لحدها نور الله عليها وأفسح لها بفضله ثم ببر أولادها لا. فالبر بعد الموت أشد ما يكون حاجة، والداك بحاجة إليك الآن، ولو كانا صالحين فإنك تسأل الله أن يزيدهما وأن يفسح لهما في قبريهما وأن ينور لهما، فتذكر أنهما أحوج ما يكونان إليك في مثل هذه الساعة. البر بعد الموت بر حاجة وشدة في الحاجة،